أقامت وزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان الحفاظ على الأمن في عصر التكنولوجيا ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي لمملكة البحرين، قدمها السيد مارك بنتلي خبير البيانات والاتصالات العالمي، وذلك عبر الاتصال الإلكتروني المرئي. وقد تناولت الورشة أهمية الحفاظ على الأمن السيبراني في ظل التكنولوجيا الحديثة وأهمية الالتزام بتطبيق هذه الضوابط بما يضمن حماية بيانات الوزارة وبعثاتها في الخارج. أكد الخبير مارك خلال الورشة على أهمية تزويد رؤساء البعثات في الخارج ومسؤولي الوزارة بالمعرفة الدقيقة اللازمة بشأن الحفاظ على بياناتهم وخصوصياتهم في مختلف الوسائل الإلكترونية، وضرورة إطلاعهم على مسؤولياتهم تجاه ضمان حماية البيانات وعدم تعريض منظومة الوزارة السيبرانية للخطر. استعرضت الورشة أفضل الممارسات وأحدث الحلول في مجال الأمن السيبراني إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من أمثلة الهجمات السيبرانية وأنواعها وسبل التصدي لها وتأثير هذه الهجمات على مصالح الدول وطرق تأمين الأجهزة بما يضمن عدم تعرضها للاختراق والتصيد الإلكتروني. نستمر في الالتقاء في الملتقى الدبلوماسي السنوي، والاستفادة ما زالت مستمرة لما يطرح في هذه الورش من أمور هامة جدا تساعدنا أيضا نحن كدبلوماسيين للتعرف على آخر التطورات، خصوصا في اليوم تكلمنا عن موضوع الأمن السبراني، واليوم الأمن السبراني أصبح شيء مهم جدا لكل حقيقة إنسان سواء عادي أو موظف. كما تعلمين أن الدبلوماسية أول ما بدأت بدون عصر إنترنت، وتطور الموضوع إلى إنترنت ومن ثم إلى تطور الوسائل التكنولوجية الأخرى في إرسال الرسائل وغيرها. أيضا ناقشنا في الملتقى اليوم هو عضوية مجلس الأمن لمملكة البحرين خلال الفترة 2026 و2027، والحقيقة البحرين تلعب دور مهم في المحافل الدولية، وهذه المرة الثانية التي ستصبح فيها عضوا في مجلس الأمن الدولي، وسوف تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. مهم جدا أن يكون يعني النظام التواصل بين السفراء ومن بين السفارات ومن بين الوزارة، أن يكون نظام سيكيور يمنع أي تدخل خارجي على هذا النظام. فاليوم اطلعنا على تقنيات حديثة، وطلعنا على أساليب وإجراءات يجب اتباعها للتأكد من سلامة هذه المعلومات وسريتها.